توفي والدي الى رحمة الله وترك والدتي وهي امرأة كبيرة ولها اولاد في الرياض وخارجها، وهي الان في عدتها وتريد ان تزور غيرهم، فما حكم ذلك؟ المحاسدة التي توفي عنها زوجها تبنى بيتها ولا تخرج، لان الرسول عليه السلام قال انفسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب واجل، قال المحاسدة تبنى بيتها ولا تلبس الملابس الجميلة ولا تطيب ولا تستحم ولا تلبس الحلي. خمسة أمور في المحاسبة، خمسة ينبغي أن تحفظوها، خمسة. الأول لزوم البيت هذا تنزل عدة. ثاني عدم نصف الثياب الجميلة، ولا تلبس الثياب غير جميلة من أسود وأحمر وأخضر وأزرق غير جميلة. الثالث عدم الحلي من الذهب والفضة والماس واللون وغير ذلك، فلا تلبس الحلي. والساعة من الحلي لأنها لجمال الزينة ينبغي أن تكون في جيبها أو في محل الآخر تستفيد منها. والرابع عدم الطحن، لا تستحم ولا تجعل وجهها من الزينات التي تعتبرها من سبيوم غير الماء وغير الماء والصابون وما إلى ذلك. وخامس الحلي، تقدم الحلي مع الحلي، كذلك الطيب، كل هذه خمسة أمور: الطيب، ترك الطيب، ترك الحلي، ترك الثياب الجميلة، تكون تحرم نحوه. الخامس يزوم البيت، لكن اذا كان هناك حاجه مثل الطبيب تعرف الضروره الى خروج الطبيب للدواء لا باس، او ما عندها من يخدمها تخرج لحاجاتها من السوق، طعام تاكيده وخبزه تاكيد، ما عندها من يقوم بحاجه لا باس تخرج. اما تروح زيارات الاولاد او جيرانها لا تخرج.